كل مكان، مرحبا بكم معنا في انتظار انطلاقة المباراة الكبيرة هذا اليوم والتحدي الكبير بالتأكيد في هذه الأجواء الرائعة. سيداتي وسادتي أحبائي في كل مكان، طابت أوقاتكم بكل خير. هذا فهد العتيبي يحييكم. وتشكيل مباراة اليوم، والآن مع انطلاقة المباراة يبحث عن حلول، يبحث عن المهاجم. لديه الفرصة الخطيرة، الكرة ملعوبة من مسافة. حصلوا على رمية جانبية. يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة. تدخل وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرة. يحاول تمرير كرة، الكرة على الأطراف، كرة للجناح، مرت البينية بشكل جميل وصلت. يحاول لعب الكرة بالرأس وفي النهاية كانت خارج المرمى تماما. غريبة جدا إضاعة الكرة من هذه المسافة أمام المرمى، أداء مخيب جدا في ترجمة الفرص. جميلة، تسديدة أجمل، تصدي رائع جدا من الحارس، لقطة غير عادية وتصدي رائع من الحارس. كرة رأسية خطيرة، كرة بعيدة عن المرمى. تدخل ناجح بضغط قوي، تمكن من افتكاك الكرة. تقريبا ولا فريق على الملعب قادر على الاستفادة من الكرة. كرة إلى الأمام، إمكانية مرتدة الآن.
يبحث عن المهاجم. الآن فرصتهم للمرتدة، يلعبها طولية، تمريرة. كرة تبعد من داخل منطقة الجزاء، يستعيد الكرة سريعا. صافرة الحكم تنطلق وتعلن نهاية الشوط الأول. ستبدأ أحداث الشوط الثاني الآن. 45 دقيقة أخرى لفك الارتباط بين الفريقين بعد الشوط الأول، كانت الكلمة فيه للدفاع. في انتظار التمرير الآن، يبحث عن زميله. تحرك سريع إلى الأمام والتسديد. تصدي غير عادي من حارس المرمى، ردة فعل غير عادية. اليوم في هذه المباراة بالذات يظهر لك مدى براعة هذا الحارس. يبعدها بقبضة يده، ضغط قوي وينجح في استعادتها. كرة ممتازة، فرصة للتسديد. الكرة ملعوبة من مسافة. الآن إمكانية المرتدة. عدت الكرة. يا سلام، هذه براعة كبيرة منا أن يلعب الكرة الرأسية بهذه الطريقة. يلعب كرة طويلة، لمسة في المساحة الخالية. وين هالتمرير الآن؟ ويلعب على الطاير. كرة إلى الأمام، يرسل كرة إلى الأمام. يواجه الكثير من المشاكل بسبب هذا الضغط البدني القوي. يبحث عن حلول. كرة طولية إلى الجناح، صافرة من حكم مباراة. هذه كرة غير شرعية بداعي تسلل. سيتم إجراء تبديل بحسب ما أراه الآن أمامكم هنا عند خط التماس. أظن أنهم مطالبين بلعب الكرة السريعة الآن ونقل الكرة إلى الأمام. كرة على الطرف ولكن عشوائية جداً. يطلق الحكم صافرة معلنا نهاية الشوط الثاني. سنلجأ إذن الآن إلى أوقات إضافية. رغم الاندفاع البدني القوي لا داعي الكبير، لكن النتيجة لا زالت 0-0. مباراة 0-0 أفضل من مئات المباريات بأهداف. 90 دقيقة من اللعب بدون أن يتمكن أي من الفريقين في حسم الأمور. سنذهب وإياكم إلى أوقات إضافية. اختبار حقيقي لقوة التحمل، قوة الشخصية، قدرة اللاعبين على التألق بعد دخولنا إلى أوقات إضافية. يلعبها طولية، هل يمكن
ممكن أن يستغل الفرصة، تسديده في اتجاه المرمى، يلعبها ببراعة، لاعب في الأمام في مكان التسلل. والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه. كرة طولية في المساحة الخالية، يلعب الكرة مباشرة قبل متابعة الكرة المرتدة، والكرة في الشباك، جول. بدون أي فلسفة أمام المرمى يتمكن من التسجيل. أجرى الفريق كل التغييرات المتاحة. تغيير كل شيء الآن، أصبحت النتيجة 1-0. يبحث عن المهاجم. تنطلق الصافرة إذن وينتهي الشوط الإضافي الأول. آخر ربع ساعة ماذا يمكن أن يحدث فيها؟ كل شيء يظل وارد في هذه الملحمة الكروية المثيرة. ستبدأ أحداث الشوط الإضافي الثاني. التوتر هو الشيء السائد بين الحضور وحتى على مقعد البدلاء. لا مجال للأخطاء، لا مجال للتهاون، لأنه أي خطأ قد يكون مكلف ولا يمكن تعويضه بعد ذلك. تحولت المباراة إلى أشبه ما يكون بمعركة غير عادية، معركة رهيبة وإثارة كبيرة. تسديدة من أول لمسة، تلعب الكرة جميلة، جول. أظن أن المباراة قد انتهت بهذا الهدف، ما رأيكم؟ كرة ذهبية، لا يمكن أن ترفض الهدية. النتيجة 2-0. يحاول تمرير كرة. إنها صافرة النهاية إذن تنتهي المباراة. يا عيني على هذه الكرة، على هذا الأداء، على هذا العرض. هؤلاء اللاعبين يستحقون أن تصفق لهم بصراحة على ما قدموه اليوم. يا إلهي، يا الله على هذه المباراة، يا لها من ليلة كبيرة. هذه الكرة اللي نحب مشاهدتها، مثل هذه الليالي لا تفوت في عالم كرة القدم. شكرا جزيلا لكم على متابعتنا، انتهت تغطيتنا، وإلى اللقاء في مواعيد قادمة.